كمباراة المباراة ككل يعني الرجاء. لا لا انا اتكلم عن المباراة ككل، لم المباراة لم تكن في مستوى يعني متطلعات يعني المشاهد الكريم. طبعا انتظرنا منها يعني اكثر. يعني نعرف انا كثير ان فريق الاهلي الهلال داخل الميدان ديالو امام الجمهور ديالو يضغط ويحقق يعني محاولات تلو الاخرى ويكون دائما ضاغطا. اليوم اظن ان فريق الرجاء كان يعني سد منيع بالنسبه لكل محاولات فريق الهلال، حتى ولو تكلم عن يعني المحاولات اظن انه لم تكن هناك محاولات حقيقيه للتسجيل، كان وصول الى المرمى ولكن وصول بدون يعني هنا اكثر من محاوله. نشوف يعني المحاولات هذه محاوله كانت خطيره بالنسبه لفريق الرجاء وكان ممكن يعني ان يعدل فيها، وهذا ما تحدثنا عنه نهايه الهجمه يعني لا وجود لافكار معينه لزياده عدديه في الهجوم، يعني واضح انه حلول يعني طريقا تقريبا معدومه هجوميه. الطريقه اللي لعب بها فريق الرجاء اليوم يعني هي اللي تركت يعني اللاعبين يعني تركت اللاعب حسن طير معزول وحده وسط الطريقه يعني ام الامكانيات ايضا في غياب خاصه مثلا بوشعيب المباركي. تكلمنا على غياب اللاعبين يعني غياب عدد كبير من اللاعبين اللي عندهم خبره داخل صفوف فريق الرجاء. انا اظن فريق الرجاء ينهزم يعني في السودان امام الهلال بنتيجه 1-0 بضربة جزاء، أظن أنه بالنسبة لفريق الرجاء كان إمكانه أن يعود من مدينة من بلد السودان بنتيجة إيجابية، حتى ولو أقول التعادل كان ممكن أن يحصل عليه فريق الرجاء خصوصا في الدقائق الأخيرة. هنا نشاهد يعني المحاولات التي تكلم عليها يعني المدرب وبعض يعني فأظن أنه محاولات كانت خجولة، لم تكن محاولات يعني تبشر ان كان هناك تشير ان نعم يعني هو هذا اعتقد يعني يتفق فيه الجميع حتى في الاستوديو كابتن زكريا بانه لم نتابع المباراه التي كنا نتوقع، يعني كنا نتوقع مباراه بين فريقين عربيين يعني من اكبر واعرق الانديه على المستوى العربي وحتى الافريقي، لكن نسبيا يعني الانتظارات كانت في مكان واقع الميدان بعيد كل بعد عن تلك الانتظارات. لا الشوط الاول ولا الثاني صراحه يعني انا مش عايز نتكلم عن تاريخ العريق للانديه في الواقع العملي لمستواهم، يعني الرجاء لا ما فنيا عنده مشاكل ومستواه مش عالي، طموح اللاعبين مش على مستوى طموح لاعبي الهلال في الفوز. يعني النهارده العامل اللي مدي افضليه للاعبي الهلال ان عندهم حافز الفوز، بيهاجموا بيوصلوا بيضيعوا فرص، الرجاء عايز يتعادل يعني عايز ما يجيش فيه جول لكن فقط. مش عايز يجيب جول، وهنا الفرق لو انا عايز ادافع فقط الرغبه صعب. فقط ام امكانيات الرجاء ايضا التي تحول بها للسودان لا تسمح له بغير خالص. الدفاع خالص يعني الكره الوحيده اللي ممكن نقول عليها فرصه هدف في الشوط الثاني هما فرصتين، تسديد بحقي اللي شفناها في الدقيقه 58 ودي على فكره كانت قبل الهدف، يعني كان ممكن تغير من طبعًا. مسار المباراه، ثم الهدف الملغي اللي كان في الدقيقة 83. فيما عدا ذلك الهلال هو اللي من الدقيقة